jungle. إذا كنت بتعاني من مشكلة القولون العصبي لازم تعرف أن الصيام بحد ذاته هو شفاء لمرض القولون العصبي. أيضا التغذية لها دور مهم من خلال شرب الماء بكميات وفيرة خلال وجبة الإفطار، أنه إحنا ما نفطرش حتى الشبع، نقسم الوجبات إلى وجبات متعددة، نبتعد عن الوجبات الدسمة والوجبات المملحة بشكل كبير. وأيضا ممارسة الرياضة مهمة جدا للتخلص من مشكلة القولون العصبي، ولا ننسى شرب الكمون الحب مع النعنع اللي هو مفيد جدا ومخفف لألم القولون.